السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناة هوات سهلة وأفكار مفيدة. الفيديو ديال اليوم غادي نشوفو فيه واحد العصير، مكونات جد بسيطة ولكن فائدة ديالو كبيرة جدا. عصير منعش يروي العطش خصوصا من بعد الفطور، مفيد جدا للجسم ديالنا ويتعتبر كديتوكس للذات. هاد العصير غادي نوجدوه بالخيار والنعناع والحامض. الخيار كمكون رئيسي في هاد العصير غني عن التعريف بمكونات مفيدة ومقوية جدا للجسم. قبل ما نبدأ في الطريقة ديال هاد العصير، إذا كنتوا أول مرة كتزوروا القناة ما تنسوش الضغط على زر سابوني وجيم لا فيديو. غادي نخليكم مع طريقة تحضير هاد العصير اللي غنحتاجوا فيه الكمية من الخيار حسب الأفراد اللي غنوجدوا اليوم هذا العصير، وغنحتاجوا حامضة متوسطة، وغنحتاجوا ورقة النعناع، والماء باش غادي نطحنوه يكون بارد مزيان، وكمية من السكر حسب الذوق أو لا نقدروا نستغنوا عليه إلا بغينا نشربوا عصير يكون صحي وطبيعي. خديت هنايا الخيار من بعد ما غسلته في الماء وقطيرة ديال الخل، نغسلوه مزيان حيت غادي نطحنوه بقشورو، وقطعته طريفات صغار باش يسهل عليا نطحنوه. غادي نزيد عليه هنايا القشرة الصفراء ديال الحامض، غادي نحاول هنايا نقطعها بهاد الموس اللي تياخد غير شوية باش ما نوصلش للقشرة البيضاء حيت تكون مرة. وغناخد الحامضة وغادي نقشرها، نحيد القشرة اللي بقات، القشرة البيضاء، وغادي نقطعها طريفات دوائر على هاد الخيار. غادي نزيد عليه الكمية ديال النعناع اللي عندي، من الأحسن تختاروا نعناع يكون طري. غادي ندير هاد العناصر كاملين في الخلاط وغنضيف عليهم الماء يكون بارد وغنطحنهم مزيان، وغادي نصفيه المرة الأولى تيدوز ليا كامل الماء اللي فيه وتحيد منه القشرة. نستمر على هذه الطريقة تنصفي الكمية الكاملة اللي عندي ديال العصير. وغادي نعاود نصفيه للمرة الثانية. ونزيد عليه الكمية ديال السكر اللي بغيت حسب الذوق، او لا نقدروا نستغناو على السكر كما قلت في الاول الا بغينا العصير يكون صحي طبيعي. نحركو مزيان تدو في ديك سنيدة، وغادي نعمرو في الكأس ديال التقديم. وهذا هو العصير ديالنا، من بعد ما برد مزيان في الثلاجة تخصو يبرد ويتقدم يكون بارد مزيان. وإلا ما كانش عندنا الوقت نقدمو غير مع قطع ديال الثلج، صراحة تيجي زوين ومنعش، والأفضل من ذلك أنه صحي. نتمنى تكون عجبتكم هاد لا فيديو. قبل ما تخرجوا ما تنسوش جيم وصابوني القناة إلا كنتوا أول مرة كتزوروها. شكرا لكم على مشاهدة الفيديو وشكرا على متابعة القناة. تلاقوا في فيديو جديد إن شاء الله.